حديث رباطه. طاب يومكم بكل خير. ماذا لو انقرض الأطباء من المغرب؟ هل وضعنا هذا السؤال الغريب؟ إلى حد ما قبل 20 سنة أو يزيد كان هناك نقاش عميق بالمغرب حول إصلاح منظومة التربية والتعليم، وكان العرف إداك أن تستضيف اللجنة التي كان يرأسها المستشار الملكي المرحوم زين بلفقيه. كانت هذه اللجنة تنظم ندوات وجلسات استماع لشخصيات وهيئات وطنية ودولية، وهكذا تمت استضافة شخصية فرنسية من العيار الثقيل في مجال التعليم، وهذا الضيف كان متابعا للشأن المغربي من خلال مداخلته. قال الفيلسوف الفرنسي أنه قرأ كثيرا واستمع كثيرا لخطاب يروج أن التعليم بالمغرب غير ذي مردود، والحكمة تقتضي في نظره أن نتخلى عن أي مشروع ليست له مردودية، ولذلك نصح الجميع مستهزئا طبعا بالتخلي عن التعليم لمعرفة هل هو قطاع ذي مردودية أم لا. مناسبة القول هو الذي نعيشه مع طلبة الأطباء ومع محنتهم التي لا أدري ما السر وراء التعنت الوزاري في حلها. وللتذكير فقط، فالمشكل أن الطلبة يقولون أن التكوين لابد أن يكون في 7 سنوات، والوزير يتشبث ب6 سنوات، والأصل في هذه المفارقة العجيبة التي تثير السؤال كان الأصل أن الوزير هو الذي يتشبث ب7 سنوات والطالب العكس يتشبث ب6 سنوات، اعتبارا أن هذا الطالب أشخاصر يتكون في 6 سنوات ولو بشكل بسيط وغير مكتمل، وبعدها الذي يدفع الثمن هو صحة المواطن. مستمعي الكرام، هذه مفارقة عجيبة أن يكون المتشبث ب7 سنوات بسنة إضافية من التكوين هو الطالب. الطبيب أيها السادة هو رأس مال استراتيجي في أي أمة تحترم نفسها. الطبيب هو الأمن الجسدي والنفسي والعقلي للبلد. الطبيب هو الثقافة الصحية للمواطنين. الطبيب هو صحة الإنجاب وصحة الأم وحماية الأمن الديموغرافي للبلد. الطبيب هو تنزيل السياسات الصحية وضمان جودة الإنسان في بدنه وعقله. محاكمته ومتابعة طلب الأطباء اليوم واسم سلبي سيلاحق حكومتنا التي حصل لها شرف متابعة الطلب الأطباء بعدما كان لحكومة 2011-2016 شرف ضرب الأطباء في الشارع العام. أيها الفاضل العقلاء، الأطباء عملة نادرة في العالم وسلعة مطلوبة في السوق العالمية. الأطباء سند الدولة والمجتمع، والتعامل معهم وهم طلبة بهذا الشكل له عواقب ليست على المسارات المهنية فقط، ولكن على نفسيتهم وهممهم ورغبتهم. كيف سيكون لهذا الطبيب الرغبة الداخلية في العطاء وهو بالأمس تعرض للإهانة والدفع والمتابعات؟ لا لشيء إلا لأنه دفع عن تكوين طبي بقواعده المهنية والعلمية. إلى اللقاء غدا إن شاء الله. شكرا سعيد الخمسي، حديث رباط زاوية أمائية اليومية على شدافة.